السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا تقوى غيرك ما نيجي يقول من نميه برام عام
إنك إنك إنت مسرور قرآن إنك عمل يوقف إمّا كذا من قطين إنك دلوك إنك جواب كذا إنك بدل كذا رضو عمل رضو في أول نان نان يا أيها القرآن إنك تقوى إنك كلمة أروي مؤمن إنك يا نبي نجاك تان شيء كلمة إيه كلمة كلمة كما إسلام كم يفلات كلام سبحان الله نبي كم باكر إيه كلمة إنك مؤمن إنك هي تكى أديك مؤمن إنك قال قائد من توحيد أدب نبي كم باكر صلى الله عليه وسلم يقول
ಹೊಂದಿವಿ ನಿಶ್ಚಿತುಗ ಜನಾಪುರಿ ಕದುರು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕದುರು ರೂಪಕ್ಕೆ ಲಕುಡಿ ನಡೆ ಕೈಫ ಹಾಕ್ತಾರೆ ان
الإنسان. ما النبي صلى الله عليه وسلم دينك بروح ذاكر قراتي قرآن الله سبحانه وتعالى بعلم قيادة الدار بدل المعنى قرآن لمن دوها كوزيك من جهد قدر ومين رب الفضيل الله تبارك وتعالى هم انتقل الدين إذا كانت بيروت من جهد قد كانت مع الواف إذا إله وإذا كرسيفة رباف إذا إله وإذا إذا لقي آية تبجها
الكلام ده حتى مجرى دي وكلام كبير الجهل من واحد تاني. ما يفهم الله سبحانه وتعالى بكفى عذاب ولا سوني. فين بيكون عذاب؟ نوح عليه السلام جاب هو ونفى غرق كل واحد انسان. ايه كما شافها غرق ويجي من بدل ما الله سبحانه وتعالى بكفى. انا بفهم كلام عذاب ولا سوني قلت زلزله قلت رد في معنيه الجنب وقال انه واقف بيه. الكلام الكفى على عذاب كبار. انا بفهم الكلام الكفى على عذاب ولا سوني قلت بابا ادي مرتبه قلت عام وجه بابا قلت قلت قوم ده من دي مدينه نار فنار يقصوا عليه افاده بابا قلت انا بفهم الكلام الكفى على عذاب ولا سوني إيمان. سؤال عمل ده هو اللي كان ممكن سببه الله سبحانه وتعالى
سدوم مردم جسريو سدوم سدوم كوفا فرمي رضا يعني ميها بسم الله ورحمه كنت لك الله تبارك وتعالى ألفان دور إخوة هداية بارة إقوم جسر ألي مرد لك إبا بوري أرفا مرد إقوم فرمي يفهم جبريل عليه السلام فرمي إكلا إفان وداك إكلا إفان إن في إفرا إن في إفرا إقوم نندا بارة مجد من دوافع إقوم بند إقوم تعمل ألم جسر بأي رواية الله تقوى إذا كنت هيتك على ميهكو إيه إذا كنت
أنا 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 كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى. كريك يوم تندق كبيرنا وغفر كري فلات يبابيون. رمضان اصفرت كربا رمضان اصوات كربي. هيك حقيقي مقصد. هيك اصل بين وكي كبار. رودا يكسبوا. بركات رمضان وكعمر يكسبوا. ايمان كما تقوى لعلكم تتقون يبابيون. فإن إيش تقول كتير برد جينا بيت نركاب ترى
رودة فيها رودة الله تبارك وتعالى
كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى يعلق أجل دفع هندي ما ورد من أمي هو كي لاني هو رو تاك سو هو كي لاني هو هم يكاني هم يكاني هم يكاني بڑھا رو يكاني حساس ایک میں اجل سوا بے کے دن میں مدل کی بے گئی اگر تک اللہ سبحانه وتعالى مهم کا من نوم کی قدر کے حرق بڑھا رو کم تھی بے ایمی مرود ہے کہ اصل مقصد ہے تو بڑھا رو کم ایک مقصد مرود ہے کہ اللہ سبحانه وتعالى اہم بس عرض دفتا اکدار کے عرق کم گاوی تھی بے اکدار کے ایک کون تو قبول کم کے کل عرق کم گاوی تھی بے این امتحان کرو مرتکا یہ نظر پر اکدار کے بول با کیا مرود گن نو مرتکا این فرق کر بے واجب ایمی مرود ہے کہ اندھے ایک اس کم اکدار کی حرام کم ایک مقصد كان يقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل على المشروع الذي يحصل على المشروع الذي يحصل على المشروع الذي التقوى على المشروع الذي يحصل على المشروع التقوى التقوى على المشروع الذي يحصل 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 من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمان كما يكون. هيتو اليقين كما يكون. اي تقوى كاسمك. تقوى كما يكون. رود اللي فاهم بيها. قال الله تحفظ لك ثوابا ترمي بينك وبينك. تري باسمك يا نور. قال قادك قلت لك يا نور. ميستك وبلدك قلت لك يا نور. صور لك قلت لك مرتك. صور لك ہمیں مانی کہ عمل کا کتاب میں گینا نمس ہمیں کتاب میں گینا رو دیا
تم بين زكاة تم بين حج بفعله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمردود يكاد يدفعنا الله منه يكاد يدفعنا التبعه يبيه نسخور كيفاس ومكي مستحيل كمين وارك من بما نبي صلى الله عليه وسلم بيوم كفارك من خبر دفع حديث الفرقاء فمني كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى تبقى يدفعنا أمتي قيل يا رسول الله يا من يأبى فكان يكفر عن دينه الله لا تقولك أبوا يا نعمة فرق ينبع نعمة فرق ينبع قوة السور يكفر من إنكار القرآن من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى كما الرسول كما بجميع كما الرسول كما تقول في ميها أي رسول كما ديجي كما رسول يقول جميع فقد أبى أي رسول كما من إنكار من رسول الله ولد الجميع من رسول الله قال دوك ولا في مية من رسول الله هذا نبتلي في مية إلا فقط أبا رسول الله ومن كان كفي إما النبي صلى الله عليه وسلم ذي الدوم مكيا من إيمان إيمان كم كده إما النبي صلى الله عليه وسلم على رون من إيمان قال دوني إلى هنا أرون من عمل يقول لا كتير إما النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا صلوات السلام بركة لكم إذا دعاءكم الله سبحانه وتعالى ولكي القرآن قام قرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إمها مسلم وأخونا أختم ما النبي صلى الله عليه وسلم صلواتك السلام وبركاته من الدعاء ربا هذه جيرانيا كبار يدوك إنما مجمع مرتكا كبار كبا مصيبات دكتورا في الله مرتكا دنيا في فاغتك مرتكا سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلوات السلام فرمك إفده ريها كمك مغفحيها كمك كما نبيتك صلواتك ومرتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعن علي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا وعنكم برحمته وكرمه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز يا متين حتى وأبرك من السلام قال مني بيلاه قال مني بيلاه أن إمامي بيلاه قال باكي من قد من عزمك وكي بيلاه وكي قفر أن يمتي بيهارو حتى وأبرك من السلام إتمنى كتبك كلي قال من جمعك فافو في السوار من المحفوظ رباده أرمنك بإله بنعمتك قوتي سوقي يا أهل بريك القلبادين بما نوصفك بإله نركع من جبربا نركع من جبربا من بروك تريد أعلم من أمان دين حتى وابرك من أسكرا أرمنا أرمنا نبفانا أرمنا آيلا كميهنا أرمنا قوك إمها نستكرنا هداية تقود أخوان دين إسفة مروة قصفة أرمنا كابا فانا فافا في السواء إلا نيهنا عفو قربان دين أرمنا تريد كميهنا هداية تقود يوم التوفيق للقرآن دير بإله عربي من جبه قربا إسقربا إمها برينا هداية أخوة ثم قد أخوة إلى نينا يوم التوفيق للقرآن دير إيه تريكا بإله بإله دينا بإله عربنا عذاب تركم بامي بإله دين دشمن بإله عربنا من يا بامي قدر قربا إبوان إبوان دير أتوا بكر بلس كلا بإله عذاب تركم بإله دينا يذكر بإله عربنا يذكر من يا دنیا کے تم متا گنیا میرے کبھی تھا ہے اتفنا لا رسوا ہے مومن اور تو حق کا بدا ہے کہ ان کے لیے اور ان کو دے فلسطین کشمیر سوریا مصر ادیس افغانستان عراق تباور تک ابا اللہ اور دین وڑ کے میں اور میں نے مفین تک تم کے بیان کی بالا ہونے کے لیے وڑ کے میں اور میں نے اڑڑی ویواہ تے بیان واسا وڑ کے نواہ دعا کر کر سر مسلم اللہ مومن کے تیرے میں نہ رحمت ہے بیان میں نہ صبر ہے بیان کا عالم ہے کہ ربان دے حق اور کوئی مل سکتا ارمیں گے می ہوں میں یہ دیوی ہوں متا نصر کامیاب توفیق دے ربان دے ارمیں گے منچ ارمیں گے ارمیں گے منچ اڑیا وینا ارمیں گے عذاب ہے تیرے دل کو ربان دے فاغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكروا الله أكبر والله يعلم ما تفعلون